المبادره اللي نادت بها سعاده العامين نشاط مزيان بزاف والله يوفقنا في الخير وفي الصحه اللي تعطات لكلمه بعدت. غادي يكون واحد مستشفى كبيره غادي يستافدوا منها جميع المواطنين لا من طرف جامعات ولا من طرف حضريات. هادشي هذا زعما مزيان هادشي هذا كيهيئ بزاف وغيفرحنا بزاف فالمواطن كله فرحان بهاد المبادره اللي كاينه وان شاء الله باذن الله غادي يكون كلشي مزيان باذن الله. الطلبات اللي طلبوا المواطنين راه كلها مزيانه والحمد لله هادشي هذا سيدنا الله ينصرو هو اللي عطى التعليمات ديالو صارم على هادشي هذا يتنفذ وان شاء الله غادي يتنفذ بجهد ربي. حنا غادي نعملوا اليد في اليد وغادي نخدموا بصحة عامة فرحان بهاد التوحيد اللي توحدنا على جميع المصالح ديال المواطن نخدموها ان شاء الله باذن الله من طرف الصحه ولا من طرف التعليم ولا من طرف البنيه التحتيه. هذه كلها ان شاء الله باذن الله غادي نخدموها ان شاء الله باذن الله. حنا السبب والله هو الكامل الله ينصر سيدنا هادشي هذا اللي تعطى لنا ونشوف نطلب الله سبحانه وتعالى غنسهروا على المصالح ديال المواطن كلها ان شاء الله باذن الله غيكون غير الخير الله يوفقنا للخير والصلاه والسلام على المرسلين وشكرا بزاف.